Welcome, everybody, to my channel. Today, we will complete our lesson about transferring heat. Okay, let's do thermal insulation and the heat conduction. خدنا قبل كده انسليتور في الالكتريك انسليتور يعني عازل كوندكتور يعني موصل فنبدأ نتكلم ايه زيها بس في الهيت بقى هيت و وهيت كوندكشن مواد عازلة للحرارة مواد موصلة للحرارة هيت انسليتور ماتيريال كانت بريفنت ترانسفيرنج هيت يعني هي اسمها انسليتور عازل عازل يعني متوصلش خالص لا توصل بس ايه باد رديئة بطيئة لكن كل المواد بتوصل لكن لو جالك صح وغلط ما تقولش كل المواد بتوصل تقول صح لا لان في دود وفي باد يعني مش كلهم نفس الدار فليت انسليتور كانت بريفنت ترانسفيرنج هيت ما تقدرش تمنع انتقال الحرارة لكن سلو داون هيت ترانسفيرنج بتبطئ انتقال الحرارة تاخد وقت اطول معايا في النقطة دي خلي بالك عشان ايه ما يلغبطتش. فمثلا كلوزز الهدوم دي دي هل كوندكتور ولا انسليتور دي تعتبر انسليتور فبقول على ايه جود انسليتور مادة عازلة كويسة في العزلة خلي بالك من الالفاظ في الامتحان تقرا الجملة وترجمها كده وافهمها فما تقولش جود يبقى ايه جود دي لا دي باد يبقى الجملة غلط لا بيقول لك ايه جود انسليتور مادة عازلة جيدة يعني العزل بتاعها كويس اوف هيت يبقى بريفنت ذا لوس اوف بودي هيت يعني بنلبس ايه حاجات تقيله في الشتاء ليه عشان يمنع فقدان حراره الجسم مش احنا خدنا ان الجسم الاعلى حراره حرارته بتقل وتروح للجسم الاقل حراره انت الجو حرارته قليله ده في الشتاء جو ساعه مثلا حراره ايه 20 بتاع انت حرارتك 37 المفروض حضرتك تقل وتتنقل للجو لكن بتلبس بقى حاجات زي كده كلوز عشان تعمل ايه بريفنت لوس اوف هيت تمنع ان حراره الجسم تقل وتنتقل للجو بره تمام يبقى دي كلوز تعتبر ايه انسليتو هيت انسليتو طب لايف ابلكيشن بقى احنا بنستفيد بقى بالدرس ده بنعمل ايه أول حاجة difference in feeling the temperature of different material إحساسنا بالحرارة بيفرق حسب نوع المادة يعني الكلام ده؟ يعني what happen when you touch a metal door handle يعني لو إيد بتاعة الباب كده قطرة الباب ومعمولة من ميتال وإنت مسكتها تحس بحاجة تحس بالبرودة فيل cold ليه؟ ان ليه ترانسفير فروم هاند اللي هو هاير تمبريتشر ايدك على حراره تو ميتال دور هاندل اللي هو لوور تمبريتشر الميتال ده اقل حراره ايه اللي يحصل بقى وات هابن وين يو تاتش ا وودن دور هاندل لو الايد بقى خشب لو الايد خشب الخشب ده او الود باد كونداكتور اوف هيت او هيت انسليتور يبقى انا مش هتحس بالبروده يو دونت فيل كولد بيقول اللي a heat insulator يعني سلو داون ترانسفيرنج هيت هيبطئ انتقال الحراره من ايدك لل للباب فمش هتلحق تحس انها إيه ساعه يعني تمام طيب سيرمس اللي احنا بنقول عليه ترمس واسمه ايه سيرمس سيرمس ده بنعمل بيه ايه keep temperature of the lentils for longest time يعني بيحفظ حرارة الحاجة اللي انت تحطها فيه لمدة طويلة حطيت بقى حاجة هوت حاجة كولد المهم ان هو يحفظ حرارتها مدة طويلة طب ازاي تفتكر معمول من ايه هل كوندكتور ولا انسليتور عشان يحتفظ زي ما جسمك كده كان بيحتفظ بحرارته في الساعة كنت بتغلف جسمك بإيه؟ كلوزس اللي عليه كانت إيه؟ انسليتور يبقى لازم ده برضو يبقى في حاجه انسليتو تعزل ان الحراره بتاعه الحاجه اللي جوه دي تتنقل بره او الحراره اللي بره تخش له فعشان كده هي ايه معموله من هيت بروف هيت بروف يعني زي مانع للحراره عازل للحراره زي ووتر بروف جات ووتر بروف يعني عازل المايه ما بيخليش المايه ايه تخش منه فده كده ما بيعديش الحراره تمام معلومة تربلا temperature تشينجز according تو surrounding environment الحرارة بتتغير حسب البيئة اللي حواليك ازاي يعني احنا من شوية قلنا لو الايد الباب معمولة من ميتال احس بالبرودة معمولة من وود مش هحس بالبرودة طب في جبت اتنين ميتال واحد حطيته في جو ساقعة واحد حطيته في في الشمس تفتكر تفرق لما تيجي تمسكه مم. لو انت حطيته في جو ساعة هتحس بالسعية. طب لو حطيته في جو سخن هلاقي حرارته زي ايه زيادة لان هو بيوصل حرارة هنا مفيش حرارة يوصلها فبقى ساعة هنا الشمس ضربة فيه فيوصل السخونية بتاعة الشمس فتمسكها تلاقيه سخنة شربلتي <سؤال> بيس اوف ميتال ويل ابير كول كول اف بليز ان ا cold روم لو حطيته في اوضه ساقعه هيبان ساقع بات اف بليز ان سان لايت لو حطيته في ضوء الشمس its تمبريتشر ويل رايز يعني انكريز حرارته تزيد وتلاقي سخن تمام يبقى حسب البيئه لان هو طول النهار قاعد يعني عمال هنا الحراره حسب الايه الجو اللي حواليه فاي تزال برضه جو ساعة سخنة هين الحراره ايه الفاكتورز اللي افكت اون thermal insulation ايه العوامل اللي بتاثر في عزل الحراره لو معايا كده الايد دي الهاندل واحده وود واحده بلاستيك يعني فرق في ماتيريال طيب نوع الماده تفتكر مين فيهم اكثر insulation مين فيهم جود insulator من فيهم يعزل حرارة أكتر البلاستيك والرود مم. بالتجربة التي هنا دي حرارتها سر ايه 23 دي حرارتها هنا 25 لو هما الاتنين نفس الطول يعني معنى كده مين حرارته أعلى الود يعني مين مش هيوصل حرارة بتاعت الحلة السخنة دي إيه البلاستيك يبقى البلاستيك أحسن ليه لأنه راضيه في توصيل الحرارة فانا عايز امسك حاجه ما بحراره الحله فاستعملها بلاستيك ما يقول لا البلاستيك بيتحرق وبتاع لا بلاستيك بيبقى نوع مقاوم للحراره يعني فبلاستيك هاندل از بيتر ذان وودن هاندل ان ثيرمال انسوليشن في حكايه عزل الحراري وين ذا لينث از ايكوال لو الطول قد بعض يبقى احنا نثبت حاجه ونشوف يبقى اول عامل ماتيريال طيب طب عامل تاني هاندل لينس طب طولها بقى مم. جبت الاتنين بلاست واحدة ايتين سنتيمتر واحدة صرت سنتيمتر هل الحرارة زي بعضها؟ لا من احسن الطويلة صرت سيت سنتيمتر Thermal insulation of handle increase with its العزل بتاع الحرارة يزيد لما طولها يزيد. عزل الحرارة يعني كل ما تبقى طويلة يبقى مش هتحس بالحرارة. انت حتى بعيد عن النار يعني حتى. يعني خدها بالفترة دي كل ما الايد طولت انت بعيد عن النار يبقى إيه مش هتحس حتى انت ماتي تمسيتها ما تيجي تمسكها ما بتمسكهاش من جوه انت بتمسكها من على الحرف ماشي where the longer handle was always lower in temperature than short handle الايد الطويله تبقى حرارتها اقل 22 مثلا عن الايد القصيره 23 يبقى كده عامل ايه الطيب of material ماتيريال handle لينث وطول الايد طيب temperature and mass when you boil quantity of water لو جبت مية وغليتها change into water vapor طب لو انا جبت الووتر vapor ده وجمعته عملت له condensation وجمعته في دورة تاني في نفس المكان تفتكر الماس اتغير ولا زي ما هو زاد قل الان الماس ماله doesn't change هي نفس المايه اتبخرت نزلت مايه تاني فنفس الكتله ده ايه لو انا حافظت عليهم مفيش حاجه طارت يمين شمال بتاع هما هما اللي موجودين رجعتهم تاني ميه يبقى the mass طب لو جبت بقى 50 جرام اوف ايس وعملتهم ميلتين خليتهم موتر هل الماس إنجريز ولا ديتريز ولا دازنت تشينج؟ هلا ايه برضه 50 جرام يبقى الماس ايه؟ بازين change يبقى الماس عامة ما بيتغيرش عشان كده بيقول لك ايه في قانون اسمه ايه لو اوف كونسرفيشن اوف ماس قانون بقاء ما. الماس اللي هو الكتلة وين اني تشينج اور تيرز تو اي تغير يحصل للمادة من صوت لليكويد ليكويد جاز ورجعتهم من جاز لليكويد ليكويد لسوليد توتال ماس ريمينز كونستانت الكتلة الاجمالية هي هي مش هتتغير يبقى الماس doesn't change by changing حاجتين state of matter لو غيرت حالة المادة سواء عملت لها heating ان انا ايه غليت المية من شوية او عملت لها cooling ان انا رجعت المية البخار ده رجعته مية تاني او غليت التلج خليته مية ده heating فسواء عملت اي حاجة heating cooling غيرت في حالة المادة إيه الماس مش هيتغير والتانية shape of matter يعني مثلا هي لتر ميه كان في ازازه حطيته في كوبايات هل الماس بتاعهم مختلف ده لتر هو لتر ده ايه لو وزنته ده يطلع كيلو مثلا ده يطلع كيلو يبقى الماس مش هيتغير ماما جابت بطاطس وقطعتها حتت ماشي بقيش لها هل الماس هيتغير لا مش هيتغير هو هو مفيش حاجه ضاعت يبقى لا. لو غيرت الشيب أو لو غيرت ستيت في تلت الحالات الماس دازنت تشينج ملحوظة كده تخلي بالك عشان واحد لو جاب باله المثال ده يعني وين يوز 100 جرام أوف كورن جبت 100 جرام كورن To make بوب كورن عايز أعمل فشار قال لك بعد ما عملت الفشار دي توزن الفشار اللي طالع عليه أكتر ولا أقل ولا زي ما هو؟ م. واحد يقول لي أكتر ده فشر وعمل فشار يبقى آخر مكان أكبر يبقى كتلته كبرت قالك لا لقيته 97 جرام الله ده خس ده ناقص ناقص ليه؟ بيكول ستورن كونتين سيرتين اماونت اوف ميوستر ميوستر يعني رطوبة ميوستر اللي هي رطوبة تبقى بيقول لك الحرقة دي مرطبة شوية يعني فيها نسبة بخار مية فأنا لما غليته على النار بخار المية اللي فيه ده اللي مرطبه ده طار من النار خلى الوتر فيبر يطلع بره فخلى ليه الماس بتاعه يقل فليه الوتر فيبر ده تيرن انتو ستيم اند ذا ماس اوف بوب كورن وكتلته بتقل جاز ار مطر خلنا بتقلنا ان الجاز من المطر ليه لانه عنده ماس وفوليوم. فوليوم سو زي هاف ماس معلومه خلنا من كده بس ايه بناكد عليها طب لو انت عملت الشكل ده بالورقه بخشب باي حاجه وحاولت ايه الكورة دي تنزل من هنا وتلف دي وتطلع من بره هل لو انا نزلتها مش لقيتها لو انا نزلتها هتعمل الكلام ده مم. هل ويل ذا ماربل هل البليه دي ريتش ذا اند اوف باس هل هتوصل نهاية الطريق لا لا ليه بقى وين When the ball rolls on the track وهي نازلة كده على التريت وهي فوق عندها طاقة اسمها potential طب وهي نازلة هتفضل potential اتحولت لإيه؟ kinetic طب amount of kinetic energy converted into due to friction طب, طب. وهي نازلة كده بتحتك بالإيه؟ بالورقة والخشب اللي انت عاملها دي كده اللي إيه؟ الفريشن بيطلع إيه؟ بيطلع حرارة يبقى مش كل البوتنشال يتحول لكاينتيك لا يتحول لكاينتيك وفي جزء اضاعه كده في الست على هيئه هيت يبقى طلع لي هيت يبقى الفرق ده بقى اللي طلع لي على هيئه هيت مش هيخليها توصل لنهايه الخط اوف kinetic انرجي cause decrease the marble speed طول سرعتها تقل وبالتالي مش هتوصل طب انا عايز اوصلها بقى ده انت تزود بقى البوتنشال ترميها بايدك انت عشان تقدر تروح لكن لو هي لوحدها كنا نزلت هي ايه اول خطوة ويتعدي تعدي ما تعديش تمام طب بروبلم زنير اوف نيو ماتيريال احنا بقى كمان ادم كده المواد اللي عندنا مش مكفيانا بنخترع مواد جديدة الدروس اللي احنا بناخدها وان احنا ندرس خواص المادة والماس والفوليوم والحاجات دي خلتنا نتعلم نعمل مواد جديدة مكنتش موجودة زي مثلا دي حاجات قديمة كده ايه نراجع عليها معلومات عامة بعدها نخش في بقى تومير ميد بعمل ايه كلوزز بعملها منين الأشهر كوتون بعمل من كوتون ده أشهر مادة القطن ده اللي بيتزرع بعمل بيه كلوزز طب ميد فرنتشر بعمل العفش بقى من ايه من الود خشب بقطع الشجر وعمل ايه منه طب ستونز الطوب بقى يوزد تو بيلد ايه ببني بيه ايه بيوت بقى مصانع حيطان كل حاجة هي حوالينا العواميد دي بتاع بيبقى فيها توب الحيطان الجدران تعبية مصنع كله ده ايه من ستون يبقى ايه وولز اللي هي الجدران طب ده القديم طب. ناخد نقطة كده قبل ما نخش في المواد بقى اللي احنا هنقول اتعملت ازاي وهتلاقي حاجات عجيبة دلوقتي فيزيكال تشينج وكيميكال تشينج «Visitor change» تغير في فيزيائي تغير في الشكل. Properties of new material are a combination of properties of the material from which it's made from يعني لما أعمل mixing بيطلع الصفات الجديدة هي مجموع الصفات اللي داخلة مثلا بتعمل فروت سلط سلطة فواكه حطيت بنانا على آبل قعدت تعمل شوية فواكه. الطعم الاجمالي ايه هو البنانة والابل وشوف حاطط بقى اي حاجات تانية يبقى الايه الناتج من نفس الصفات المواد اللي موجودة ده الفيزيكال اتشينج لكن تمتا اتشينج بقى بروبرتل اوف ذا نيو ماتيريال ديفرنت فروم بروبرتيز اوف ذا ماتيريال اتس ميد فروم لكن في اتشينج لا الصفات اتغيرت زي دي ماما بتعمل تيت تحط بيض على لبن على دي آه باودر فانيليا هل الناتج ان هي بقى نفس طعم بيض وفانيليا وبتاع لا مختلف صفات مختلفة كل دول كانوا سوائل بتاع لا دي بقت مادة صلبة الكيت اللي في الاخر دي فده ايه كيميكال نخش بقى على المواد بتاعتنا تمام بلاستيك في بلاستيك هو ايه هارد and some types resist burning زي الصورة اللي عندك كده ده بلاستيك ما بيتحرقش بعض الأنواع بتقاوم الحرارة طب هو البلاستيك بيتعمل من إيه؟ مم. والنوع ده بالذات بيتعمل من أويل أويل اللي هو البترول البترول اللي تحت الأرض ده اللي ليكويد ده اللي بيتحرق ده يتعمل منه بلاستيك ما بيتحرقش اه ازاي عن طريق كيميكال تشينج مدام طلع لي صفات جديده غير اللي كانت موجوده يبقى ده كيميكال اتشينج هما ليهم طريقه بقى البترول ده ليكويد وكان بيرن ايزلي اتحول لبلاستيك اللي ريزيست بيرن اللي بيقاوم الحريقه طب ستيل ستيل ده اللي هو بنقول ايه ستيل ستيل الصلب ده ده سترونج اند لاست فور تايم ده بيبقى جامد قوي هارد ومبيصديش طب اتعمل من ايه؟ يعني حاجة قريبة منه كده جامدة برضو وبتصدي بعد مدة اللي هو الأيرن أيرن و أذرز وبعض المواد التانية دول بيبقوا ايه؟ ليس هاردنس أقل في الصلابة زي الستيل حطيت عليه شوية مواد كده وسخنتهم بتاع في الفرن طلعلي ايه؟ الستيل اللي هو مادة صعب انها تتكسر وبتقعد مدة طويلة من غير ما تصدي. بقول عملت له ميكسين خلطته مع مواد تانية اند هيتين ذا رو ماتيريالز تو انتل زي ميلت والمواد دي على بعضها سيحتها وعملتهم مع بعض وصنعت منهم ستيل تمام طيب لو جبت روت ساند ووتر شوية زلط كده ورملة ومية وقلبتهم على بعض زي الصورة اللي عندك كده يعمل لي ايه ده؟ هم. حد شاف اللي ايه؟ البتاعه دي في الشارع كده قبل كده وحاجه لاتون بوننس ار ميتد تو ديزر ويز هنا مفيش هيتينج انا قعدت في بعض يطلع لي حاجه زي سائل يعني الخليط ده كده بيعتبر زي ليكويد ولفت تو دراي اند هاردن وبعد ما احطه بقى بسيبه لحد ما ينشف طب امتى بقى اسيبه ينشف قبل ما ينشف انا هحطه فين اطلع منه ايه ده بيطلع لي كونكريت اللي هو الاسمنت اللي هو بيبنوا بيه ده بقى يحط طوبة على طوبة بلا ايه عشان يمسكوا ببعض بيحط ايه كونكريت الاسمنت ده ده فيري سترونج ماتيريال افتر ايد درايز يعني ده لو كل مادة واحدة من دول روت وساند ووتر دي, دي لوحدها لكن لما انا خلطتهم على بعض طلع لي مادة اقوى والمادة دي لما تجف تبقى ناشفة قوي يعني لو انت سبتها ايه في الهواء شوية من غير مايه ولا بتاع بتنشف تبقى جامده بتقول it's easy تو شيب بيفور ات بيكمز سوليد يعني سهل ان انا اشكلها قبل ما تتصلب يعني انت بعد ما بتعملها لازم تبني بيها في ساعتها لو سبتها تنشف صعب ايه ان انت تكسرها او صعب ان تعملها تاني في وقت ايه اول باول يعني طب in construction of buildings and bridges بتعمل بيه المباني الكباري اي اي فيها بنا يبقى فيها كونكريت الخرسانه دي والاسمنت ده أه. بلاستيك لسه قايلين بلاستيك كان صنعوه من اويل طب انا طلعت بلاستيك doesn't shrink at high temperature بلاستيك مثلا نوع ما بيتشش لما اعرضه الحراره بيتحرق مثلا أو بيطعم الحرارة طب ممكن اللي هو ده لا ينكمش بالحرارة ده ما بيتشش ممكن أعمل منه يتش ممكن ده ليهم طريقتهم بقى اتسبوزن بلاستيك تو هيت تو ميت ماتيريال شرينت بعرضه للحرارة فيوم في يتش يتش يعمل ايه زي كده هي دي أنابيب لكن أنا عايز الأنبوبة دي تمسك في أنبوبة تانية أو تمسك على الأسلات دي بتاع فدي بسميها ايه شرينك تيوب هيت شرينك تيوب يعني انا ايه انابيب قابلة انها تنكمش بالحرارة فانا اول ما سخنها كده إيه؟ الاقي انكمشت ومسكت على الحاجة زي ما بيعملوا كده ايه في مواسير ال الحمام او المواسير بتاع المواسير دي بيلزقون في بعض ازاي بيسخن جزء من هنا وجزء من هنا الاتنين يلحموا ببعض فدي تعتبر برضو ايه هيت شرينك تيوبس انابيب قابله للانكماش بالحراره منين كانت بلاستيك وما بينكمش لعبوا فيه خلوه ينكمش تمام الماده اللي جايه جلاس جلاس ده ايه ماده صبيرة. ماده شفافه بشوف منها طب ولا زلت اتعمل من ايه امم من رمله ساند رملة مع ليمستون مع سودا ايش زي الرسمة اللي عندها دي سيليكا دي أحد الأملاح اللي في الرملة وليمستون الحجر الديري وسودا ايش والتراب ده التلاتة دول مع بعض يتعمل بيهم جلاس دول أوبيت ماتيريال ما بشوفش منهم لما أحطهم على بعض كده إيه ممكن أخليهم يبقوا جلاس sand and the other components are mixed and melted in hot oven. بيتحط على بعض وينسهروا في حرارة عالية في فرن جامد يعني. وبعد كده سيبوا لحد ما يبردوا وينشفوا. عليهم يتحولوا إلى جلاس. والجلاس خدناه في في درس سابق إن أنا ممكن أشكله بقى زي ما أنا عايز. How to choose the material used to create new material. طيب. ممكن اخترع مواد تانية جديدة؟ اه ممكن اخترع مواد جديدة لو انا بدأت الصفات بتاعتها ممكن اخترع مواد جديدة زي مثلا سمارت ماتيريال ايه سمارت ماتيريال دي؟ يعني مواد ذكية آه يقول الواد ده سمارت الحاجة دي سمارت يعني ذكاء كده جامد يعني ازاي؟ They are materials that interact with the surrounding environment. مواد تتفاعل مع البيئة المحيطة بيها زي elastic yeah. fabric that keep body temperature when يعني ايه elastic fabric fabric اللي هو القماش في قماش مرن ده بيحفظ ايه حرارتك حتى لو ولعنا فيه في حاجة تانية اسمها smart clothes او smart كلوزنج يعني الهدوم دي ايه هدوم ذكية بتعمل ايه اللوذ سميت فروم سمارت ماتيرال معموله من مواد معينه كنترول بادئ تمبريتشر هنا ممكن اتحكم في درجه حراره الجسم ممكن اخليها لو انذرت زي ما ايه عمال معينين مثلا بيبقى لابسين يونيفورم وتلاقي عليه ماده فسفوريه من القماش نفسه كده في الضلمه لو النور مقطوع بتاعه تلاقيهم بيلمعوا منورين ممكن استي يعني راجل ده عمالين يطبوا عليه عصاير وبتاع وممكن صلصة ممكن أي حاجة طبع عليه ما بتلزقش بالهدوم ما تبقعش. فالهدوم معمولة من مواد معينة ايه بقول عليها سمارت ماتيريال عملت السمارت كلوزز دي ايه بتقيس حرارتك بتتفاعل مع الجو ما ايه ما تتحرقش ممكن كده زي ما تلاقي الايه الممثلين يخش في النار ويولع ويطلع ومفيش حاجة جسم ما حصلوش حاجة بتبقى معموله من المواد دي او اللي هي قلنا ايه ما بيحصلهاش حاجه مع المايه ما بتتأثرش الدنيا تشتي بتاع في جزم حتى لو بتبص في الطينه ما تتعرش يمشي في الشتاء عادي ما يحصلكش حاجه فابريك از سوفت اند comfortable, سيتابل فور making بلوز يعني القماش ده ممكن اعمل بيه بقى ايه المخدات الوسائد دي ممكن اعمل بيه كلوززز not suitable for mating كاربا دي body ده للعربية والعربية العربية بتتعمل من إيه بقى؟ من ستيل لأن يعني إيه للعينين معمول من الحديد و hard suitable for mating ممكن أعمل بيه جسم العربية وهكذا كل حاجة ولا حاجة تمام نخلي بالنا من انتقال الحرارة إلى عوامل تأثر في الانتقال طول الإيد ولا نوع المادة نخلي بالنا من كل حاجة اتعملت من ايه وهل فيجيتال <applause> ولا تيميتد تشينج والسمارت كلوزس نخلي بالنا منها تمام وان شاء الله نلقاكم في درس اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته